هذا هو أوبيلا الذي كنا ننتظره. دائما أقول لكم أوبيلا عليه أن يعود إلى مستواه، عليه أن يعود إلى مستواه، واليوم عاد 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 عاد. هذا هو أوبيلا الذي يعطي الأسيستات، يعطي الحلويات، يعطي التمريرات يعني اللذيذة جدا للمهاجمين، وضربة الأخطاء التي هي مرض. إن هو إمضاؤه هو إمضاء أوبيلا، حتى يا حبيبي في الجزائر. وبكل صراحة كانت مباراة يعني فيها نقاط إيجابية كثيرة ولكن فيها سلبيات، هما الذين يعني سنتطرق للإيجابيات والسلبيات، ولكن السلبيات هي التي أزعجتني بكل صراحة. بكل صراحة الإيجابيات كانت جميلة جدا، ولكن السلبيات هي ربما يعني حسين أكادير أصبحت شبيهة ببرشلونة، يعني مشاكل برشلونة هي مشاكل حسين أكادير نفسهم. هما عندهم تير شتيغن وميسي، نحن عندنا الحواصلي وكريم بال فقط، عندهم ميسي وتير شتيغن، عندنا الحواصلي وبعد. انا هذا هو التشابه الذي بينه وبين برشلونة، والسلبيات التي عند برشلونة هي التي اصبحت عندنا في حسنية اكادير للاسف. غادي نبداو بحرف الالف. الالف هو عبارة عن عمود طويل فوقه همزة. السلام عليكم الخوت، كتعاودوا هاني نشطين فرحانين كلشي زين لحظتكم. كنتمنى اللي كيشاهدنا وكيعجبوا فيديوهاتنا يهبط لتحت 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 وتابونا وفعل الجرس. شكرا لكم كاملين. اليوم للاخر للاسف كنعتذر ان تعطلنا على تاخرنا في رفع الحلقه ديال تحليل مباراه حسين اكادير وبارادو الجوله الثانيه من يعني من مجموعات الكاف الكونفدراليه، واللي بصراحه يعني حسين اكادير جاب فيه يعني المهم 3 نقاط وهدفين يعني في الجزائر في عند ملعب بارادو. قبل كل شيء انتظروا اتسكم القهوة كي امرر الحرارة تلك النقط السلبية التي ازعجتني بكل صراحة. رأينا المباراة يعني مع فاخر حسين اكادير، ربما هي اصبحت رسميا هذه الخطة مع فاخر هي التي ستلعب من هنا والامام 4-4-2 و4-4-2 رأينا ان اصبح فيها بعد لم يعد ظاهر ايسر، بل بالعكس اصبح جناح، يعني اصبح هو الجناح الذي يكون امام ظاهر ايسر. بكل صراحه لماذا قلت لكم ان يعني برشلونه حسين اكادير اصبحت تشبه برشلونه؟ لماذا برشلونه؟ من الذي يعني من الذي يحمل فريق برشلونه الان؟ ميسي، كلنا متفقين على هذا، ولكن من ايضا يساهم في يعني في حمايه برشلونه هو تير شتيغن. نفس المشكل البارحة وقع على حسين أكادير أو ربما في مباراة سابقة. كريم بعدي وميسي والحواصلي وتير شتيغن، الحواصلي لو لم ينقذ ضربة الجزاء كان سيكون كلام آخر في بكل صراحة. لو لم ينقذ الحواصلي ضربة الجزاء كان التحليل سيكون تحليل آخر، ولكن تألق الحواصلي. أيضا بعدي كيف اصطاد تلك ضربة خطأ؟ هل رأيتها ماذا فعل؟ هل هذا يا حبيبي لاعب مغربي؟ هل هذا يا صديقي لاعب ظاهر ايسر؟ هل هذا يا صديقي لاعب يلعب في حسنة اكادير؟ وهذا لاعب مغربي يراوغ 3 وكاد ان ينفرد لوحده، يعني يراوغ كاد ان يعني يصل لمرحلة انفراد مع الحارس لمجرد انه راوغ 3 أو 4. ميسي ارى فيه مهارات ميسي حتى واذا كان يتسرع بعض الاحيان، ولكن ممتع هذا اللاعب، افضل لاعب حاليا في حسنة اكادير بدون نقاش بدون فلسفة. بعدي قلتها لكم وسأكررها مجددا، بعدي الحسنية نتمنى لا تبيعوا لأي فرقة مغربية. إذا أردتم أن تبيعوا هذا اللاعب فقط أوروبا، المغرب لا، يبقى في حسنية أكادير. المغرب لا، يبقى في حسنية أكادير فقط. إذا جاء عرض في الخارج نعم أوروبا، هذا اللاعب يستحق أوروبا، وإلا لن نفرط فيه أبدا. كما قلت لكم مباراة بدأت 4-4-2 يعني بالتواجد، يعني أصبحت الفحليوة البركاوي يعني ما بقاش، لن نحتاج مجددا رأس حربة لأن الثنائي يتبادلون المراكز، يعني مهاجمين وهمين، رأس حربة وهمين بإثنان. ورأينا كريم بركاوي في هذه الجهة وليركي في الجهة الأخرى، هذه نقطة سلبية أخرى. ليركي لا يجد ذلك المركز، يا فخير يا مدرب، ليركي لا يجيد اللعب كجناح، لاعب اصبح ثقيل، اصبح يعني ما قدم ولا شيء. اعطيني ماذا قدم في هذه المباراه؟ ولا شيء. كريم يعني ليركي يلعب وراء المهاجم، واذا كنت يا فخير يعني تلعب باثنان يعني رؤوس حربه وهميين،
يعني فلا داعي للكليركي لم يكن عليه من الأساس أن يلعب. يعني إذا عندك بعد يعني جناح وتريد جناح آخر يعني في عدم وجود سيسي نعم نعذر هذه النقطة يعني كان معود لسيسي الذي غائب، ولكن إذا كنت تريد ضايع جناح عوده بشخص يعني أقرب له أقرب له يعني أقرب له، مثلا الشاوش مثلا من أيضا لعب مثلا ماني أن تقدمه جناح وتلعب بفسرين مثلا مثلا مهم لاعب عنده يعني مواصفات الجناح. لا تأتيني بليركي ثقيل ولاعب يعني كل ما يعرفه أن يلعب مع رأس حربة يعني يكون وراء رأس حربة، والآن أنت تقتله في ذلك الجانب لم يفعل ولا شيء. وبالله الذي كنا ننتظر استفاقته استفاق البارحة بكل صراحة، هو كلاعب هو الكيمة وكرأس يعني يعني كارتكاز بإذنانهم لاعب ارتكاز، ولكن كان وبالله هو من يتقدم وهو من يأتي الحلويات ورأينا ضربة الأخطاء صافي لن ينفذ أي أحد، أي كرة تتركها لأوبيلا. أتمنى أن يظل في هذا المستوى أن يرتفع أكثر وأكثر وأكثر. وهنا أتي إلى أكبر نقطة سلبية وهي هذه، هي الدفاع هي الدفاع هي الدفاع. نعم أنا متفق معكم أن الرامي وبوفتيني يكونان ثنائي دفاع خيالي جدا، ولكن المدافعين إذا وصلوا لمرحلة يعني الثقة الزائدة في النفس تصبح يعني تنقلب ضد تلك القوة تنقلب ضد. إذا أصرت لمرحلة الثقة في النفس رأينا ماذا فعلوا البارح، وأيضا ذلك الصديقين. لماذا قلت لكم مشكل برشلونة؟ برشلونة صديقي لعيبة مركزه جوردي ألبا، جوردي ألبا نقطة قوته الهجوم، صديقي البارح كان سيء في الدفاع يعني مثل أمة جوردي ألبا، جوردي ألبا سيء في الدفاع. انظروا كيف اصطاد ضربة جزاء، ذلك التدخل يا صديقي، ضربة جزاء التي يعني اصطادها فرادو الذي تصدر الحواصل ببراعه، ذلك التدخل يا صديقي، ذلك التدخل تدخل مدافع يعني واعي، كرة يعني ميتة وتسببت فيها في ضربة جزاء اتركها لن يمسكها، كرة ميتة 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 واصطاده فيها على صديقي ضربة جزاء، التي تبين لك سوء ويعني وتخطيط وقراءة صديقي يعني للهجمة وكيف قراءتها من ناحية الدفاعية بالنسبة له لم يستطع قراءتها جيدا. ايضا الرامي والحواصلي رايناهم بداوا يزيدون يتفزلكون، ولكن الرامي هدف جميل جدا بكل صراحه، هدف خيالي من اسيست اوبيلا. ولكن عندما يكون يعني فريق يلعب بسرعه دائما نرى الرامي والبوفتيني لا يريدون ان يشتتوا كره، بل بالعكس يريدون ان يستلموها ويحاولون ان يبنوها بشويه. لا، في فريق يلعب بسرعه عليك ان تشتت الكره بسرعه، لا تنتظر من النيوسي بطاك الواحد سيقطع منك الكره وستسبب فيه هدف على الحواصلي. هذا هو النقاط السلبية، ولكن إذا تحدثنا عن النقاط الإيجابية بكل صراحة فالمباراة فائدة فائدة بالنقاط الإيجابية. أولا يا حبيبي ذلك ماني الذي يعني صافي اللاعبين الذين ثبتوا مكانتهم وأصبحوا أعمدة حسن أكادير، عندك ماني عمود في الطائر الأيمن، عندك حواصلي خشبة ليس عمود بل بالعكس هو الساس الفريق، عندك بعد الذي نتمنى أن يتألق في هذا المركز الذي بصراحة بدأ يعطي فيه يعني يعطي فيه أكثر من الدائر، يعني رأيناه كيف يصنع كيف يتوغل، أصبح يعني خطورة بعد لم تعد مقتصرة فقط على يعني على التقدم يعني على الخط والعرضيات، لا بل أصبحت خطورة بعد في الاختراق، أصبح يخترق نحو المرمى، هذه يعني نقطة إيجابية في بعد. أيضا كنا نتمنى سيسي يعني أيضا هذا اللاعب الذي بدأ يثبت رسميته كنا نتمنى أن يكون في هذه المباراة وأن يزيد يعطي الإضافة ويعطي يعني الخبرة والثبات في مركزه، ولكن أيضا بركاو الفحلي يعني مستوى متذبذب في ذلك الخطة، ولكن نتمنى أن يتجانسوا معه يعني يزيدوا التجانس بينهم، لأن يعني أن تلعب بمهاجمين وهميا يعني ليس عندك رأس حربة، هذه الخطة تعتمد ذكاء كبير من اللاعبين عليهم أن يكونوا أذكياء، كيف أنهم أحيانا يعني من يكونوا داخل الصندوق أحيانا يكونوا خارج الصندوق، وأحيانا أن يفسحوا المجال للقادمين من الخلف كما فعلوا مع بعدي، يعني فسحوا له المجال ليروغ 2-3 ويخترق ويصطاد ضربة خطأ، ضربة خطأ التي حطها أوبيلا هذا اللاعب أيضا الذي هو أيضا مركز الفريق يعني أصبحت هو عمودا يعني ثابتا في حسيت أكادير، كيف حطها بتلك الطريقة وكيف أعطى الأسيست للرامي في بداية الشوط الثاني، قتلوا المباراة يعني سددوا الهدف في يعني في ربع ساعة الأخيرة في الشوط الأول، وبداية الشوط الثاني لم ينتظروا قتلوا المباراة، وكيف الرامي ضربها برجله الضعيفة اليسرى وحطها بتلك الطريقة يا حبيب، متعة والله متعة يعني واستحقت الحسنية العلامة الكاملة. وبهذا الأداء تخيلوا معي يا إخواتي بهذا الأداء الحسنية 6 نقاط تبع إيمين باب 3 نقاط، يعني
والحد ألعب مباراة خارج الملعب، يعني بقى لها بارادة في أقادير وبقى لها الفرقة الأخرى التي لم تلعب معها في أقادير، يعني بقى لها مباراة داخل الميدان مباراة خارج الميدان. لو تفوز المباراة في أدرار بإثنانين تأهلنا رسميا تفوزوا على بارادو هنا والفريق الثالث هنا نتأهل، الفريق الإيفواري تفوزوا عليه هنا في أقادير نتأهل بدون النظر لمباراة إنينباو خارج الملعب ومباراة الأخرى خارج الملعب. يعني هذا كأس الكونفدرالية ديالنا. أنا أقول وأكرر، الفريق الذي سينافس حصة أقادير هو بيراميدز المصري. هذا الفريق هو الذي أخاف منه لأنني كنت أتابعه وأعرف ما عنده والأسلحة التي عنده. بكل صراحة يعني المباراة يعني لا يمكننا أن نقول أن يعني لا يمكن أن نحكم أيضا على فخير الذي لحد الآن أتى بخطة 4-4-2، يعني الخطة هي التي أتى بها ولحد الآن لا يمكن أن تحكم عليه، لأن أعتقد يعني أعتقد القليل من النقاط الإيجابية والقليل من النقاط السلبية، يعني لا يمكن أن تحكم عليه حتى مرور المباراة عادي يمكن أن تحكم رسميا. هذا ما كان، وهذه النقطة التي رأيتها سلبية والنقطة الإيجابية، وبالله نتمنى له المواصلة في هذا الأداء، تصاعدي للأعلى. إذا أوبيلا تصاعد مستوى إلى الأعلى، إذا بركاوي عاد لمستوى التفاهم مع الفحل، إذا كريم بعدي وصل التألق والتعملق الأوروبي اللعب الذي يلعب به حسنية، يعني لن نخاف عليها على أدائها في هذه الكونفدرالية. هذه الكونفدرالية هو لقبنا هذا الموسم، هو ما نريد. البطولة لا زالت في يعني في 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 يعني في في العدم، يعني لا زالت لم نتعمق فيها، نريد الكونفدرالية. ايضا الحواس اللي نتمنى لهم يدوم في هذا التعلق. حسنية إمازيغ، برافو عليكم، السلام عليكم.